بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الرابع عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا وسهلا بكم الى حلقه جديده في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يشرحه فضيله الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئه كبار العلماء وعضو اللجنه الدائمه للافتاء في مطلعي هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح حياكم الله وبارك فيكم <applause> قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن هذا أيضا قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير فانظر كيف قال في الخبر ملتهم وقال في النهي أهواءهم لأن القوم لا يرضون إلا باتباع الملة الملة مطلقا والزجر عن اتباع أهوائهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. في هذه الآية ساقها الشيخ رحمه الله في سياق منع التشبه بما عليه أهل الكتاب من الأهواء ومخالفة ما أنزل الله عز وجل من الوحي نهى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأمته تبعا له في أن يأخذوا هذا المأخذ ويسلكوا هذا المسلك أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يمكن أن ترضى عنا اليهود والنصارى حتى نتبع ملتهم ما يكفيهم اه اتباع اليسير أو مع التمسك بديننا ما يكفيهم التنازل اليسير نعم. عن شيء من امور ديننا وان كان هذا لا يجوز لكن هم لا يرضيهم ايضا هو لا يجوز وايضا هو لا, يرضي. لا يرضيهم حتى ننسلخ من ديننا نعم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان, إن استطاعوا آه ود كثير من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وودوا لو تكفرون ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء هذه طبيعة اليهود والنصارى أنهم لا يريدون منا إلا أن نتحول عن ديننا نهائيا وهذه طبيعة كل أهل الضلال يريدون من أهل الحق أنهم يتحولون عن حقهم ويشاركون هؤلاء في ضلالهم حينئذ يرضون عنهم لأنهم سلخوهم من دينهم وجردوهم من ما أكرمهم الله به فأسخطوا الله ورضي عنهم اليهود والنصارى وماذا, وماذا يستفيدون من رضا اليهود والنصارى المغضوب عليهم والظالم. والضالون ماذا يستفيد المسلمون خسروا الدنيا والظالم. والآخرة فالواجب أن نثبت على ديننا ولا نحاول أننا نرضيهم أبداً لأنهم لا يرضون إلا بترك الدين وهذا شيء مجرب ومشاهد وهم الآن على قدم وساق في تحويل المسلمين عن دينهم حتى إنهم وضعوا قرآنا وضعوا قرآنا سموه الفرقان فرقان الحق وكذبوا فيه و كما فعلوا بالتوراة والإنجيل حر... أرادوا أن يحرفوا القرآن ولكن الله كف ايديهم القران محفوظ ولله الحمد وما كتبوه وسموه الفرقان هذا يبقى في ايديهم لا يصل الى القران ولله الحمد فعلى كل حال هذا يعني مثال لما يريده الكفار منا الان والله نبهنا عليه وقت نزول القران منذ منذ اكثر من 1400 سنه سنه أن الله قال إن اليهود والنصارى لن يرضوا عنكم أبدا إلا إذا تركتم دينكم وهل المسلمون على استعداد أنهم يتركون دينهم الذي الذي أكرمهم الله به وأنقذهم به من الجهالة وعلمهم أنقذ علمهم من الجهالة وأنقذهم به من الضلالة وجعلهم خير أمة أخرجت للناس وجعل لهم السيادة على أهل الأرض هل المسلمون على استعداد وإن تنازل بعض الأغرار من المسلمين أو الذين لم يتمكن الإيمان في قلوبهم لكن لا يمكن أن يتحول المسلمون كلهم أبدا الحمد لله لا تزال طائفة على الحق ظاهرين كما أخبر صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فهذا فيه قطع لاطماع اليهود والنصارى في ان المسلمين يتركون دينهم جملة وان كان قد يتركه فئام من الناس لكن الامه المحمديه لا تجمع على ضلاله ابدا وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى لكن الله يبين لنا اننا لا نطمع في ارضاء اليهود والنصارى ابدا الا ان نتحول عن ديننا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى الواجب أننا نتبع الهدى مع من كان نتبع الحق مع من كان ما نتبع الأهواء والرغبات أو نتبع رغبة أمة من الأمم أو دولة من الدول مهما كانت ولكن نتبع الحق مهما كلفنا ذلك ونصبر عليه فإنه هو طريق النجاة في الدنيا والآخرة حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ثم بين سبحانه وتعالى عقوبة من اتبع أهواءهم فقال ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك أيها الرسول وهذا من باب الفرض وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله ولن يتبع أهواءهم ولا أهواء غيرهم وإنما يؤدي ما عليه من الحق ويبلغ الرسالة ويصبر في سبيل ذلك مهما كلفه الثمن كما فعل صلى الله عليه وسلم لكن هذا من باب الفرض كما في قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك الرسول صلى الله عليه وسلم لن يشرك لأن الله عصمه ولكن هذا من باب تحذير الناس تحذير الأمة أنه حتى الرسول لو أشرك لحبط عمله فكيف بغيره ممن يقول أنا مسلم وأنا أعمل كذا وأنا أعمل كذا ولا يضرني إذا دعوت الولي أو ذبحت للبدوي أو فهذا رد على هؤلاء و... ولئن اتبعت أواءهم بعد, بعد جاء الذي حبيبين. جاءك من العلم بعد الذي جاءك من العلم وهو القرآن العظيم والسنة النبوية اتبعت أهواءهم ما قال اتبعت ملتهم أوك. لأن ملتهم تحول على على أهوائي. لا ملتهم الصحيحة تحول على ديننا ما لم يحرف وينسخ منها أي نعم تحول نعم. على ديننا وتأمر به نعم. تأمر بأن إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم فكل البشر يتبعونه هذا موجود عندهم فدينهم يحول على دين الإسلام لكن ها أهواءهم لا أهواءهم تأبى هذا أهواءهم تأبى أن تنفذ ما في دينهم الحق من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير فهذا فيه دليل على أن العالم لا يتحول عن الحق أبدا مهما كلفه الثمن وانه لا يطمع في ارضاء الناس ابدا خصوصا اليهود والنصارى. لا يطمع في ارضائهم مهما فعلت فلن يرضى عنك الا إذا, اذا 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 تخليت عن دينك نهائيا وصرت كافرا مثلهم نعم. قال رحمه الله: فانظر كيف قال في الخبر حتى تتبع ملتهم وقال في النهي ولئن اتبعت اهواءهم لأن القوم لا يرضون إلا باتباع الملة مطلقاً والزجر وقع عن اتباع أهوائهم. نعم لأن القوم لا يرضون إلا باتباع الملة مطلقاً. نعم. والزجر ليس عن الملة فقط، قال وقع عن اتباع أهوائهم في قليل أو كثير. يعني لا تتبعهم على شيء، لا فيما يدعونه من الدين ولا فيما ولا فيما ولا في رغباتهم وأهوائهم. نعم. لأن دينهم محرف أو منسوخ. وأهواؤهم باطلة إذا لم يبقى معهم شيء نتبعهم عليه بل الحق ولله الحمد مئة بالمئة مع المسلمين وهذا شيء شهد الله جل وعلا به الحمد لله. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالمسلمون هم الذين على الحق الآن ومن تبعهم وآمن بدينهم فهو على الحق أما من خالفه فهو على باطل وعلى كفر مهما كان من يهودي أو نصراني أو أو وثني أو أو طبائعي أو ملحد كلهم على الباطل نعم قال ومن المعلوم أن متابعتهم في بعض ما هم عليه من الدين نوع متابعة لهم في بعض ما يهوونه أو مظنة لما يهوونه كما تقدم نعم إذا اتبعتهم فيما يدعونه من الدين فإن هذا يجرك إلى اتباع أهوائهم م. والخروج عن الدين ف... فاذا لا مطمع في في اتباعهم ابدا وهذا تيئيس من ان نحصل على طائل اذا اتبعناهم لا في دينهم ولا في اهوائهم دينهم محرف او منسوخ واهوائهم باطله نعم قال رحمه الله ومن هذا الباب قوله سبحانه ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبله بعض ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهه هو موليها فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم قال غير واحد من السلف معناه لئلا يحتج اليهود عليكم بالموافقة في القبلة فيقولون قد وافقونا في قبلتنا فيوشك أن يوافقونا في ديننا فقطع الله بمخالفتهم في هذه القبلة هذه الحجة نعم هذه الآيات في شأن القبلة في الصلاة استقبال القبلة في الصلاة كان النصارى يستقبلون المشرق في صلواتهم لأن هذا مما دسه عليهم اليهودي بولس اليهودي بولس الذي ادعى اتباع المسيح ودس في دين النصارى التثليث ودس فيه عباده الصليب ودس فيه عباده التوجه الى المشرق فهذه القبله ليست مشروعه من الله سبحانه وتعالى وانما هذا من تغييرهم و واما اليهود فيستقبلون الصخره يستقبلون بيت المقدس يستقبلون بيت المقدس وهذه كانت قبله صحيحه في الاول قد استقبلها الرسول صلى الله عليه وسلم في أول هجرته إلى المدينة, المدينة استقبلها المسلمون وصلوا إلى بيت المقدس طاعة لله سبحانه وتعالى لكن كان في علم الله وفي حكمه وشرعه أن هذا الرسول يستقبل قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهي الكعبة المشرفة فهي قبلة الجميع وكان اليهود يعلمون هذا يعلمون أن هذا الرسول سيستقبل قبلة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهي الكعبة المشرفة فلما أمر الله جل وعلا بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة عند ذلك ثارت ثائرة اليهود واستغلوا هذا الحدث في الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من ضعاف الإيمان من المسلمين من يرتد منكم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله تحويل القبلة حدث عظيم استغله اليهود في الطعن في محمد صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه الحق لكن من باب التشنيع والتشويه للرسول صلى الله عليه وسلم ولما حولت القبلة أولا أن هذا أمر الله جل وعلا والواجب على المسلم أن يتبع أمر الله فحيث أمرك أن تتوجه يجب عليك أن تتوجه ولا تتبع شيئا لم يأمر الله به أو أمر به أولا ثم نسخه فأنت تدور مع أمر الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر فالعبرة بأمر الله سبحانه وتعالى حيث أمرك ان تتوجه في صلاتك فإنك الواجب عليك ان تتوجه ولا تعترض هذا هذا شيء الشيء الثاني ان هذه القبله مذكوره في التوراة والإنجيل وان هذا الرسول يستقبل قبله ابيه ابراهيم عليه الصلاه والسلام وهم يعلمون ذلك لكنهم جحدوه وانكروه الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما, كما يعرفون ابنائهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين فلما حولت القبله قالوا انه تحول عن عن القبله التي امر الله باستقبالها وهذا يريد ان يخالفنا في كل شيء وهذا وهذا وارتد من ارتد من بعض المسلمين ضعاف الايمان فالله جل وعلا طمأن رسوله صلى الله عليه وسلم في ان هذا دابهم ليس هدفهم الحق وانما هدفهم اتباع اهوائهم ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آيه ما تبعوا قبلته لأن ما هم مقصودهم الحق حتى تنفع فيهم الآيات مم. الآيات إنما تنفع في من يريد الحق. الحق وهؤلاء لا يريدون الحق وهذا كل صاحب هوى كل صاحب هوى فهو كذلك لا يريد الحق مهما أقمت عليه من مم. الأدلة لأنه يريد اتباع هواه ومن يريد اتباع هواه فلن تملك له من الله شيء قال الله جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم ختم على سمعه وقلبه جعل على بصره غشاء ومن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون فالذي يتبع هواه هذا هذا هذه سبيله لا يقنع بالآيات ولا الأحاديث وهذا شيء مشاهد الآن أن أهل الضلال والفرق الضالة مهما أقمت لهم من الأدلة لا يعبؤون بها لأنها تخالف أهواءهم وإذا جئت بحديث مكذوب أو حديث ضعيف أو حكاية أو منام رؤيا منام وهي توافق أهواءهم فرحوا به وجعلوه دليلا قاطعا لا يقبل الشك وإذا جئتهم بآية أو بحديث صحيح أو حتى متواتر وهو يخالف أهواءهم فلن يقبلوه ولن يعبأوا به أبدا فهذه طريقة أهل الأهواء وأهل الضلال ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل, بكل آية ما تبعوا قبلتك والدليل على ذلك أنهم هم مختلفون بينهم هم مختلفون بينهم فالنصارى يستقبلون المشرق, المشرق وهؤلاء يستقبلون بيت المقدس فدل على أنهم يتبعون أهواء أهواءهم حتى فيما بينهم فكيف تطمع أنت في أن يتبعوك وما ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم قبلتهم هذا تيئيس لهم تئيس لهم من ان الرسول قد عصمه الله صل... عليه الصلاة والسلام عصمه الله من ان يتبع اهواءهم فلا يط... فلا يطمعون في هذا وما انت بتابع قبلتهم قبلتهم وما بعضهم, وما بعضهم بتابع قبلة بعض، كما ذكرنا أن النصارى لهم قبلة واليهود لهم قبلة لهم قبلة، لماذا هذا؟ أليس الدين واحد؟ أليس العبادة لله وحده؟ وقد أمرهم أن يستقبلوا بيت المقدس، فلماذا يستقبلون المشرق؟ فهذا دليل على أنهم يتبعون أهواء أهواءهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ثم قال لنبيه: ولئن اتبعت أهواءهم، يعني هذا من باب الفرض نعم وهو تحذير للأمة التي يمكن أن تتبعهم أو يتبعهم أحد منها أما الرسول فلا يمكن لأن الله عصمه بذلك لكن هذا من باب الافتراض, الافتراض والتحذير ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم من بعد ما جاءك من الحق من ولئن اتبعت أهواءهم من, من بعد ما, ما جاءك من العلم إنك إذا, إنك إذا لمن الظالمين يعني والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه فإنك وضعت القبلة في غير موضعها الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وهذا ظلم لان الظلم انواع منه الظلم وضع الشيء في غير موضعه منه ظلم بين العبد وبين ربه ومنه ظلم بين العبد وبين نفسه ومنه ظلم بين العبد وبين الناس فهذا من الظلم الذي بين العبد وبين ربه, ربه وبين ربه نعم. إنك إذا لمن الظالمين ثم بين له بين الله لرسوله أنهم لم يخالفوك عن جهل وإنما خالفوك عن علم ومعرفة لكنهم خالفوك حسدا وتكبرا الذين آتيناهم الكتاب يعني اليهود والنصارى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعرفون هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرفون أين يستقبل في صلاته هذا يعرفونه ما هو غ... ليس غريبا عليهم حتى يستنكروه كم... بل كما يعرفون أبناء. أبناءهم كما يعرفون أبناء. أبناءهم وهذا أدق شيء نعم ولكن قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه الله. وهو من أحبار اليهود قال والله إننا لا نعرف محمدا صلى الله عليه وسلم أكثر مما نعرف أبناءنا لأننا معرفتنا لأبنائنا بناء على الثقة بأمهاتهم أما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن نعرفه بناء على وحي الله سبحانه وتعالى فنحن نعرفه أكثر مما نعرف أبناءنا كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون هذا هو الذي حملهم على هذا الكتمان كتمان الحق تكبرا وحسدا لهذا الرسول ولأمته والكبر والحسد كما حصل لإبليس ماذا بسبب الكبر وبسبب الحسد أيضا تكبر على آدم وحسده فماذا صار له من العاقبة والعياذ بالله هو الذي سبب له هذا الطرد والإبعاد عن رحمة الله وكذلك اليهود كذلك اليهود انما منعهم من قبول الحق واستقبال الكعبه هو الحسد والاستكبار والعياذ بالله. نعم. قال رحمه ثم الله ثم ان الله امر نبيه بعد ان بين له نفسيه اليهود والنصارى وانهم لم يخالفوه عن جهل وانما خالفوه عن عناد وانه لا مطمع في اقناعهم ولا مطمع في رجوعهم وبدليل انهم هم انفسهم مختلفون, مختلفون في القبلة م. هم أنفسهم مختلفون في القبلة فلو كانوا على حق لم اختلفوا م. لأن أهل الحق لا يختلفون فثم قال لنبيه ولكل وجهة هو, هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير فهذا, وع فهذا وعد ووعيد وعد للمؤمنين الذين تمسكوا بوحي الله واستقبلوا الكعبة في, أن الله في أنهم سيواجهون الله عز وجل ويجازيهم على إيمانهم وعلى وسيأتيه وسي... الذين خالفوا أمره وعتوا عن عن أمره وسيجازيهم على إعراضهم سيجازيهم على إعراضهم نعم. هي المسألة مسألة الدنيا وتنتهي نعم. وكل يتبع ما يشتهي وينفذ رغباته وتنتهي الأمور لا هناك تصفية حساب يوم القيامة كل يواجه ما ما عمله وما قدمه لنفسه ولكل وجهه هو موليها فاستبقوا الخيرات يعني بادروا بادروا الى امتثال الطاعات لانها تفوت اينما تكون ياتي بكم الله جميعا جميعا فالله جل وعلا يجمع الخلائق يوم القيامه ويحشرهم في مكان واحد للعرض والحساب والجزاء وكل يلقى حسابه فلا يظن هؤلاء أنهم إذا نفذوا رغباتهم وأهواءهم أنهم سيهملون ويتركون ولا ولا يقع في نفس المؤمن أن عمله سيضيع قال الله جل وعلا في أول الآيات وما كان الله ليضي ليضيع أيضا. إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس لأنه لما نزلت هذه الآيات وحول القبلة إلى الكعبة تأسف بعض المسلمين على الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس فالله طمأنهم قال وما كان الله ليضيعهم. ليضيع إيمانكم لأن صلاتهم إلى بيت المقدس قبل النسخ صلاة صحيحة ومقبولة عند الله سبحانه وتعالى فلا تخشوا عليهم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. رحيم ثم إنه بعد ذلك أمر نبيه أمرا جازما فقال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون هذه تطمين للرسول وتطمين للمؤمنين في أنه لا تضرهم مخالفة اليهود والنصارى بل الواجب عليهم ذلك أن يتبعوا الحق وأن لا يعبأوا باليهود والنصارى ولا بغيرهم ثم قال مكررا ومؤكدا ومن حيث خرجت يعني في اي في اي جهه كنت من الارض فول وجهك شطر, شطر المسجد الحرام ولهذا قال العلماء الفرض على من يرى الكعبه استقبال عينها ومن لا يراها ان يستقبل الجهه التي فيها الكعبه ولو ولو انحرف يمينا او او شمالا لا يضر هذا ما دام انه مستقبل للجهه نعم. التي فيها الكعبه وهذا من تيسير الله سبحانه نعم. وتعالى ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لاهل المدينه ما بين المشرق والمغرب قبلة. قبله فالانحراف اليسير لا يضر ما لم يتعمده الانسان فانه لا يضر لانه لان القبلة في الجهة التي هو مستقبلها نعم. ولهذا قال شطر المسجد الحرام شطر المسجد الحرام ما قال المسجد الحرام قال نعم. شطر أي الجهة التي فيها خواهن. المسجد الحرام فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم في بر أو بحر أو جو أو أي مكان فولوا نعم. وجوهكم شطر. شطره ثم قال لئلا يكون للناس يعني اليهود والنصارى عليكم حجة أنتم لو تركتم استقبال الكعبة احتجوا عليكم فقالوا ها خالفوا ما عندنا لأن عندنا أنهم يستقبلون الكعبة فهم لم يعملوا بهذا فطعنوا عليكم فيه فهم سيطعنون عليكم سواء وافقتموهم أو خالفتموهم لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا هذا الاستثناء المذكور في الآية ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن المقصود به قريش وفي قوله إلا الذين ظلموا منهم قال فإنهم يقولون عادوا إلى قبلتنا فيوشك أن يعودوا إلى ديننا ندعو شرح هذا وبيانه مع فضيلة شيخنا إلى لقائنا القادم إن شاء الله لأن وقتنا في هذه الحلقة قد انتهى شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم أيها المستمعون الكرام متابعتكم وعنايتكم هذه في الختام تحية مهندس الصوت زميلي يحيى عبد الله ابراهيم حتى نلقاكم لاحقا ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته